تفاصيل أكثر من مراسلنا في رام الله فراس لطفي. تفضل فراس. نعم، لأكثر من 11 ساعة الجيش الإسرائيلي لا يزال يقتحم مدينة طول كرم ومخيمها، مخيم طول كرم، ووسط تجريف كبير للبنى التحتية وحصار كامل للمنطقة بمشاركة عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية وسبع جرافات ثقيلة تقوم بتدمير البنية التحتية التي حسب شهود عيان تدمر جزء كبير منها من شبكات المياه والكهرباء وأيضا الصرف الصحي وقطع الاتصالات في المخيم وبعض أحياء مدينة طول كرم. حسب شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي قام باستخدام طائرة مسيرة مفخخة قامت بقصف عدد من الشبان، حيث أدى ذلك إلى مقتل 4 منهم بينهم سيدة وفتاة. والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال 3 قادة من كتيبة طول كرم المسلحة وهم من تشكيلة حركة حماس، حيث شوهد بالفيديو الجيش الإسرائيلي يقوم بسحب جثامينهم بالجرافة الإسرائيلية العسكرية ونقلها إلى جهة مجهولة، ويعتقد بذلك بأن الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز جثامين الشبان. إذاعة الجيش الإسرائيلي عيسى أكدت الخبر وقالت بأن الجيش أغلق الحساب مع قيادة كتيبة طول كرم المسلحة باغتيال قياديين، لكن مصادر فلسطينية تتحدث عن 3 قياديين حتى الآن المعلن رسميا كما ذكرت في سياق الخبر: مقتل سيدة فلسطينية في الخمسينيات من عمرها، إصابة 5 آخرين يتم معالجتهم في مستشفى ثابت، واحتجاز لثلاثة جثامين عفوا، ومقتل شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سعير قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد أن اقتحمها الجيش الإسرائيلي وقام بتفتيش عدد من المنازل، واندلاع مواجهات هناك أسفرت عن إصابة عدد من الشبان ومقتل شابين فلسطينيين. عدد كبير حتى الآن من الآليات العسكرية لا تزال تعمل في منطقة طول كرم، هناك انفجارات تسمع بين الحين والآخر، يعتقد بأنها لعبوات ناسفة محلية الصنع تستهدف الآليات العسكرية. نعم. اشتباكات مسلحة، وواضح بأن الجيش الإسرائيلي يعلن مرارا وتكرارا بأن هذه العمليات ستستمر حتى القضاء على ظاهرة المسلحين في منطقة شمال الضفة الغربية، ويقصد بذلك طول كرم، جنين ونابلس. من رام الله مراسلنا فراس لطفي، شكرا جزيلا لك.